أكبر مصدر للدخل في مصر هو تحويلات المصريين في الخارج، أكتر من 30 مليار دولار سنويا. تحويلات المصريين في الخارج أكتر من 30 مليار في السنة؟ معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن تحويلات المصريين في الخارج بتساوي مجموع السياحة اللي هي من 8 ل 12 مليار، زائد دخل قناة السويس اللي هو من 6 ل 8 مليار، زائد صادرات الغاز. صادرات الغاز بتاعت احنا جبنا جون؟ لا بقى، ده كده تحويلات المصريين في الخارج هي اللي جابت جون بالظبط كده. وبكده احنا قدام اثبات جديد بالارقام ان المواطن هو اهم واغلى مصدر للدخل في بلدنا، ومع ذلك لا يوجد ادنى اهتمام بالمواطن. ليه؟ لان كل الدخول وحتى القروض، ما هي القروض برضو في النهايه بتعتبر دخل، بتروح كلها لخدمه ناس بعينها، او مصطلح المحاسيب، محاسيب الحكومة، اللي هم من 1 لـ 5% من الشعب، بياخدوا النصيب الأكبر من خيرات البلد. طب والفقرة؟ من فقر لفقر أسوأ. حتى الفول والطعمية ما ترحموش.